الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. ونعمتم صباحا أعزائي المستمعين في هذا اللقاء التواصلي الجديد من خلال أثير إذاعتكم الوفية دوما إذاعة مراكش. نحن الآن في الاستماع لبرنامج الحومة القديمة، البرنامج اللي يصبح يوم عن يوم كيحقق تواصل كبير مع ساكنة المدينة الحمراء وعدد غير يسير من المتتبعين، يعني أبدوا يعني إعجاب ويعني أثنوا على صيغة البرنامج. ولا أخفيكم أعزائي المستمعين على أن من قوة البرنامج وهو استطاعته على أنه يولف في جلسة مع ما بين الرجل الشعبي وما بين الأستاذ الأكاديمي، وهما الاثنان ينهلان من معين واحد وتغمسوا من دواية واحدة. فمن خلال الجلسة ديال الحومة القديمة تنستطيع على أننا نكون في الجلسة الشعبية ونكون كذلك في حضن الأستاذ والباحث اللي تيوجه النقاش، وبطبيعة الحال الذاكرة الشعبية وذاكرة الحومات القديمة، وكيف تيقول الأستاذ الدكتور سيدي عبد العزيز المجدوبي، هي ذاكرات وليس ذاكرة، يصعب علينا أن نحيط وأن نلم بخصوصيتها وبحيتيتها. ولهذا تنطلب منكم على أنكم أعزائي المستمعين تكونوا معنا كرماء، فإلا وقعنا في هفوة أو ما تكلمناش على اسم أو علم من العالم فهذا ليس بتقصير منا بل لكثرة وغزرة المعلومات. أشير أعزائي المستمعين العتاب لطيف جدا تلقيت الباح من عند الأستاذ ورئيس المحكمة سابقا والقاضي سي المضفر يعاتب ضيوف البرنامج على عدم تطرق للعائلة الكريمة عائلة المضفر بحومة بابيلان، وهذا ماشي نسيان بل فقط جاي وقته إن شاء الله. الإخوة راه ما ناسينش عائلة المضفر، كيف أنه ما تكلمناش على عائلة بغداد وعائلة أخرى في حومة بابيلان. دائما الوقت يداهمنا ودائما الوقت تلقاوه، يعني واحد السلاح كبير، لكن جلستنا دائما فيها الإمتاع وفيها المؤانسة. ونتمنى على أنكم تقضيوا معنا هذه الجلسة الصباحية كيف قضيتوها معنا في حلقات أخرى. أسعد باستضافة إخوة أعزاء عن يميني الحاج محمد بن زغار، إلى جانبه الدكتور مولاي علي الخميري، الدكتور الجبيح مولاي عبد العزيز بوستضيفنا الجديد في هذه الجلسة، الحاج بالمحجوب الشناق، وكذلك الحاج العربي الشاعري. أذكر على أن ضيوفي الأعزاء كلهم من الحومة ديال بابيلان، وخير سفراء لهذه الحومة وخير من يتحدث على حومة باب أيلان. نبدأ إلى سمحتوا أعزائي المستمعين باستهلال بسيط يختاروا لنا وخرج هذه الحلقة سيدي محمد مصور، وحي على مستوى الإخراج سيدي محمد مصور، على مستوى البث الرقمي صديق سيدي عبد الله جبيلو، وعلى مستوى المحافظة العامة شيخنا واستاذنا الحاج مصطفى العقاد. ناخذ منك دقيقة أو جوج سيدي محمد مصور. شافونا ضعيف وجرح مكسور كل مو
شكرا لك سيدي محمد مصور مخرج حلقتنا لصبيحة هذا اليوم على هذا الإهداء الشعبي اللطيف بأداء من أداء الفنان مفخرة الميازين الشعبية بمدينة مراكش، والأكيد على أنهم من المراجع المهمة في هذا الباب هذا اللي وثق الكلام ديال اللي الآن تنصطلحوا عليه يعني بالخطأ اسم التقيتقات، بل هي الميازين الشعبية المراكشية الأصيلة. مولاي عبد العزيز بوستو عادي تكون عندنا الفرصة فاش نتحدثوا إليه. من عائلة ديال حومة بابيلان نذكر البعض منها: عائلة العكاري، عائلة بومنقار، عائلة مولاي بوستا، عائلة بن أمان، عائلة بغداد، عائلة جبيح، عائلة نصير، عائلة بن زغار، الأخ فشبابا، الشقدالي، أبو عبيدة، النجاحي، ثم عائلة المالكي، ثم المحمودي، الحسني، وعائلة المضفر. الدكتور جبيح صباحك سعيد وأهلا بك على أثير إذاعة مراكش، شاكرا لك، تحمل عناء التنقل من العمل، أنت اليوم في عمل، لكن حومة بابيلان وتاريخها يعني بتتخصلوا هذا البرهة من الزمن. عائلة المضفر وخصوصا وأنه تلقينا منه عتاب، وبقدر ما يعني العتاب كان يعني لطيف جدا بقدر ما سعدت به، لأنه أستاذ من طينت الفقيه المضفر من الأوفياء لبرامج إذاعة مراكش ولبرنامج تجلية صوفيا وبرنامج الحومة القديمة. سي جبيح صباحك سعيد. صباحك سعيد سيدي، شكرا. حقيقة عائلة المضفر هي عائلة من أصيلة من بابيلان، وكما قلتي هذا ماشي نسيان، هذا نعم. غير يعني مداهمة ديال الوقت اللي أكيد. ما لقينا شيء باش نتطرقوا لجميع العائلات، ولا أظن أن الناس سنتطرقوا إلى أكيد. كل العائلات التي خرجت من حومة بابيلان واللي عطات مدينة مراكش. ونحن كنكونوا فخورين بالمستوى ديال بعض الناس اللي هما خرجوا من بابيلان، كسي المضفر اللي وصل في مناصب عليا في القضاء. نعم. تماما. نعم. يعني كان احنا مفتخرين اكيد، وعاديش ما عاديش ننساوه، وكنا كاع يجي يحضر معنا حتى هو يهضر معنا على بابيلان، لان كل واحد، انا كنظن بين كل واحد من بابيلان اللي هو خرج في هذاك الوقت، كبر في ذاك الوقت بابيلان اللي كانوا باقي يعني اللي هما اسسوا ما يسمى ب سكان بابيلان في ذاك الوقت، عادي يجي يغنينا بدون شك بالأوقات التي عاشها في بابيلان وشنو دار فيها، ويعطينا معلومات اللي ما عندناش حنا طبيعة. أكيد أشير أعزائي المستمعين على أن ما نسمعه من حقائق ومعلومات من خلال برنامج الحومة القديمة، يعني أجهدوا يعني الطاقم ديال الإذاعة وطاقم هذا البرنامج يجهد نفسه على أن تكون من المعلومات اللي الآن ما متقاش في الكتب. عادة الكتب الآن اللي هي تكلمت على الذاكرة ديال المدينة، تكلمت على تاريخ الأسر اللي حكمات، تكلمت على الدروب، على الحومات، لكن العائلات هذا جانب كنتمنى على انه يكون البرنامج تفرد بهذا الجانب هذا. انا عندي كتب اللي كانت تالفات في عهد الحمايه. نعم. واللي كتهضر على عائلات فاس. نعم. ومع الاسف من طبيعه الحال ما عندناش كتب اللي هي موازيه لهذه الكتب اللي كتهضر على عائلات ماشي مراكش يعني من هذاك الوقت. نعم. وكاين ما يتقال في هذا سميتو، واتمنى ان الناس اللي هما عندهم المقدره والمعرفه باش يكتبوها حقنا على العائلات ديال مراكش والخصوصيات ديال الحومات. نعم. لان كانت هناك خصوصيات السكان ديال القصور وديال المواسين، ماشي هما السكان بابيلان. نعم. وماشي هما السكان بوسكري، الروافد مختلفه، داك الشيء مختلف، ولكنها كلها هي غنيه وكتجمع واحد المجموعه اللي كتعطي واحد لوكاشي، يعني واحد البصمات ديال مدينه مراكش. نعم. الى سمحتي كنت سولتيني هذاك
الاسبوع اللي مضى قلتي لي كيفاش انا درت وكيفاش تكونت وكيفاش اكيد واش نقدر نرجع لهذه النقطه او لا نرجعوا لها. نبقاو دائما مع السي المضفر ذكرياتك مع عائله المضفر سي بالمحجوب الشنق وكنذكر بانه واحد الشعبيه كبيره محققها بالنسبه للمستمعين من شجات هذه المساله ديال سي الشنق. واش حيت انت هو الكبير فينا في هذه الجلسه ولا ما عرفتش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذا الاسم تاع بلا باش نخلطوا كيف تعرف الحاج العربي الاسم ديال المضفر هذا اسم تاع الحاله المدنيه، اما الاسم اللي هو في السجل تاع الدماغ بنادم وهو دار الفقيه بالحبيب العادل. نعم دار الفقيه بالحبيب العادل تتكون من سيدي محمد الله يرحمه والسي عبد السلام الله يعفو عليه قررنا في 57 استقلالي ماحض. نعم. لا يناقش. عاد السي العربي عاد السي ادريس اللي هو اعز الاصدقاء ديالي والسي عمر الله يرحمه دار السي الحبيب العادل. نعم. وكانوا هاد الناس تقريبا السي العربي ولا هادو كاع قراو التلاميذ نتاعو عند مولاي احمد. نعم. الفيلالي الله يرحمه نتاع درب الحمام قراو كلها عنده الميزه ديالته استاذ. نعم. سيدي محمد السمسار قانع تلق الدنيا تلق الثالث ما عنده تيقول يا ربي يا بسيط وشفت لنا ما نصريطو ما عندنا غير هذا اللي بغى يربح يربح. نعم. هذا قرا ومن الاوائل وكانت وراني واحد التصويره السي ادريس في واحد المرافعه التدريبيه. نعم. في مجلس القضاء ما بين 57 58 وواقف عند الباب المغفور له محمد الخميس. نعم. ولا زالت هو والعربي المجبود ومع العربي بن السيدي ديال القصور ومع بعض الناس مع بقية توسط البركة الزعفراني ولا شكون. نعم. ما نمشي شخصيات اللي كانوا من المدينة وما كان عائلة محترمة وكانوا عندهم تيرتكزوا على الدار نتاعت القديمة ديالتهم تبا بيلان. نعم. والدار نتاعتهم نتاعت أزبزت. نعم. تم ولكن اللي كان فريد فهذا هو العائلة مع مراتها ديناك بيلان كان عمر بالعدول. نعم. جدع سيد الحاج السحجب العدل بات عبد الحي أمو أحمد بات عبد الحي قبل جال طردني ماشي طردني نتاع الكوكا بلا ديالنا سهلال ها سهلال وسي سكراتي الله يرحمه مولاي بات مولاي الشريف ومولاي أحمد بلعة السويقه كانوا فيها عشرات الحوان تاع العدول. انا ما عقلت عليهم ما عقلت انا حتى لا انا ماشي الحوان تاع العدول انا قدام من بدا بقايد راسو حتى الفوت بوتويل كلها هما واحد العدول. الله علم الله علم الله والله تعالى لك انت راه شيخنا انت راه شيخنا الله يهدي الله يكتب لنا مولاي عبد العزيز الله يمسخ مولاي عبد العزيز مولاي عبد العزيز سي بن زغار انا هنا فيما يخص العائله ديال السي الحبيب العادل اللي قال سي هو هذا هو الاسم الحقيقي ولكن المضفر جات من بعد. انا اللي بغيت نضيف اللي ما قالوا سواء دكتور شبيه سي شناق سي شناق وهو انه دائما ملي تتكون الايمان قويه نعم تيكون المستقبل ظاهر. انا اللي بغيت نقول بانه السي العربي المضفر هذه العائله عطات واحد العدد ديال الابطال في اشياء متنوعه تخصصات مختلفه. الا كنا تنقولوا السير عربي المضفر تخرج قبل ما يكون قاضي فهو عالم. نعم. مشى للنهج ديال باه لانه ملي تخرج من حضار ديال مولاي احمد مشى لابن يوسف وقرا العلم وقعد في واحد العدد ديال الجلسات وكون واحد اش بغيت نقول واحد المجموعه. نعم. من بابيلان منهم ولاد الحاج العياشي العريف اللي غادي نجيو ليه حتى هو. نعم. لانه حتى هو مهم منهم ولاد القزويني اللي حتى هو تكون منهم اللي تنقولوا لهم مصلوحي منهم واحد العدد ديال كونوا واحد المجموعه اللي نشروا العلم في بابيلان بصفه خاصه وفي مراكش بصفه عامه. نعم. فالحاج العربي المضفر غني على التعريف فيما يخص هذه المسائل. طيب بقى لينا المساله الاخرى وهو انه ما نساوش ان هذه العائله خرجت لنا بطال. نعم. بطال في حمل الاثقال وهو السي عمر دا البطولة المغرب في حمل الاثقال وشارك في البطولة الافريقية والبطولة العربية الى جانب الاخر اللي تنقولوا له ولد القراب سي محمد. اذا هاد وين تكلم انا ولا تكلم انت ولد القراب قلت لك راه خصها عنده تطفيض خصها فيضة نشربكم يا ربي امين احنا والمستمعين كنشربوا اسي ناس راه تنقول واحد المثل دارجي ولكن انت من بعد خرج الاستديو ونقولوا لي قلت لك نعمس سي بن زغر راه بغا يدير شي عضيضه صغيره قلت لك نعمس هذه العائله كانت عائله محترمه عائله تنقدروها
ما يحكى هذا شيء حكي الي انا نعم باش قلت لك في البدايه لايمان نعم. في الوقت فاش كان العرس ديال السي العربي نعم العرس ديال السي العربي وجايبين الفطور تاع العروسه نعم فطور تاع العروسه توفى الوليد عنده لا لا رحمه الله اغرب ما في الامر وهو الام ديالو داكشي سدوا على الوليد ودخلوا الفطور وكمل الابراز وكمل كل شيء بخير وعلى خير حتى خرجوا الناس وعاد على الوفاة شوف الى اي درجه نعم. الايمان قوي نعم. في هذه العائله نعم. وهذا تيفقدني في الصحابي اللي كان في الحرب نعم. ومات ولده وطاتوا المراه وجا ودخلوا عشاتوا المراه وتزينت ليه ونعست نعم. معاه حتى لغد ليه عاد قالت ليه اذا هذا امتداد ديال الصحابه نعم. هذه العائله المضفر الكثير ما يقال عندها عنها ويمكننا نكتبوا فيها كتب ولكن كيف قلت يا سي انس السي العربي ما يوخدناش اعطينا نعم. هذه اللي قلنا هير نعم. واحد الجزء قليل مما يجب ان يقال في عائله المضفر او سي بن الحبيب كيف قالوا الاخوان لانه كاين عائلات اخرين اللي غاديين في هذا الامتداد كيف قلنا عائله الحاج العياشي العريف ديال الجزاره لانه ذاك الاسبوع ذكرنا العائله ديال سي جبيح اللي الدار ديالهم مفتوحه ما نساوش حاج العياشي اللي دارو مفتوحه رسميا حتى هو كذلك لهذه المسائل سواء بالنسبه له اللحومه وبالنسبه الى كانوا تظاهرات او بالنسبه الى كانوا احتفالات او بالنسبه حتى للاجتماعات ديال كره القدم ما نساوش العائله ديال سي بن محجوب حتى هو اللي كان دارو واحد الوالده عندها الله يرحمها كانت ديما تنخليوه هو تمشيو ندقوا عليها هذا هو الواقع اللي خصنا نشوفه ثم مدمنا في هذا الاطار في هذا الاطار سي عادي نرجع لك سي بن زغار عندي واحد العدد عادي نرجع لك ناخذ عائله الروينبه مولاي عبد العزيز بوستة خذ الميكرو مولاي عبد العزيز انت استمعنا لك في البدايه من الناس اللي كيف قلت مرجع في هذا الجانب ديال الميازين الشعبيه تكلمي على العائله ديالك مولاي عبد العزيز وارتباطها بحومه بابيلان وبهذا الجانب ديال الميازين الشعبيه الخفيفه الاصيله ديال مدينه مراكش مولاي عبد العزيز شكرا الاخ انس وشكرا لجميع الحضور وجميع المستمعين بالنسبه للاسم ديال العائله ديالنا هو بوستة مولاي بوستة مولاي بوستة مولاي بوستة هذا السيد يسمى بسيد محمد الملقب مولاي بوستة بن مولاي مهدي بن مولاي الحسن بن مولاي مبارك بن مولاي حفيد الصوصي من العلوين الصوصيين نعم. من الشرفاء الصوصيين من تفيلال ترتب الكسر الجديد نعم مولايوس الملقب بسيديوس بن علي اصلا ونسبا نعم مولاي بوستة يقتن بحومة بابيلان نعم درب القاضي رقم 40 ومولاي بوستة كان هو السيد اللي تيقولوا لي الناس اللي كانوا سابقيننا حنا الاصدقاء ديالو نعم بانه كان مولوح بهذا الشيء نتاع الميازين والغناء وسميتو يعني ولاد مراكش الاصليين من جملة هاد الناس اللي كانوا مع مولاي بوستة كان بقبو نعم بوجمعة الله يرحمه نعم كان العياشي بقبو الله يرحمه نعم كان خوه هو بوجمعة نعم وكان خالي خليفة نعم. كان عبد الغفور بن دقة والسي حمد حردونة نعم تعرف السي حمد حردونة سي بن محجوب حردونة السي حمد حردونة تيهضر معاك الشريك السي حمد حردونة راه يعني راه غادي تعرفوا سيد مولاي غير نقول لك الاسم ديالو وتعرفوا السي حمد حردونة هو الحجام اللي كان حدا بمحمد الغندور اللي توفى في هذا الخير الله يودي توفى في هذا الخير هذا هذا السيد هذا ونعم هذا السيد هذا إلا شتي تقول عمره ما كان مع مازنية تمام وهاد الناس سي انس لانه العرس ما كانش تيقتصر غير على الغنى بوحدو نعم كانوا الناس تيديروا شي مسرحيات صغيورين نعم. اللي هما الفكاهه نتاع داك العرس انا غادي نفتح واحد القوس طلب مني على انه تكون حلقه من الحلقات خاصه
بالبهجة المراكشية، إنه المدينة ارتبطت بفضاء البهجة، حتى أن البناء ديالها تم انتظار واحد النوع ديال الأبراج في السماء اللي تكون مرتبطة بالفرح وبالبهجة وبالسرور. ولا زالت مراكش تنعت دائما بمراكش البهجة، وروح الفكاهة والتفكع في الشخصية المراكشية جزء لا يتجزأ من بنية ديال شخصيتنا ومن الجانب الوجداني والعاطفي ديالنا. ولهذا تنتمن هذه الفكرة هذه ديالك ديال حضور الفكاهة والنكتة في الجلسات ديالنا وفي الأعراس أكيد إن شاء الله. نعم ولي أبو الستا، كانوا هاد الناس لابد ما يديروا شي مسرحيه شي سكيتش صغير، لانه الاخ مولاي احمد راه تعرف كل شيء تماما. مولاي ابو استاذك راه كنا كل اسبوع كل اسبوع الا تيجي السي منزغار والسعيد وسمير وسمير سميتو، كنا تنقعدوا كل عشيه لابد ما نديروا شي نسيه صغيره. نعم بعضياتنا وتنضحكوا ونشطوا. المهم كان بابي هلال هو الطبع الاصيل ديال التقيتقه. نعم. ولو كان البداية بدأ بها بوجمعة. نعم. بقبو كانوا ديك الساعة بوسكري بوسكري، لأنه كان ماشي كانوا تيديروا متقتقة، كان داك الشيء بلدي، كانوا تيغنوا بحال داك الشيء نتاع سيدي عمارة نيدان. باقي ما جات سيدي عمارة. باقي ما جات باقي كان داك الشيء غير داك الشيء نتاع الصحراوة الدف وداك الشيء. عطينا شي نموذج إلا تتذكر شي حاجة. من غم بحال هذا الشيء نتاع الناس الاولين القديم. كانوا تيقولوا ديك لا لا قد هذا جديد جديد. كانوا تيقولوا ديك القطع نتاع هذه بالله مش تراجيم خالتكم وين حرقات هرملة تمشي الساقيات برد رجليها قشارفة وهبيلة وريوق هايسيلو شوارب هايسمرو لي صباطي امتى يا ربي ونسبعو دشيشة حنا والتالية وخال المداني. هذا الغناء اللي باش بدأوا في بوسكري. نعم. الوقت اللي فاش مولاي بوستا ذات يغني معهم التي يغني لهم قطاع شعبيين شوية متلقين بحال هذيك واه يا الولاد واه يا كونوا محزومين الى اخره والهيها والهيها الشايب ما انتهى. هاد الشيء كان باقي ما كاينش الاستقلال. يا سلام يا سلام. الوقت اللي فاش جا الاستقلال نعم خلق عندنا واحد النجم اخر الا وهو مولاي احمد الروينبا. اش يجيك مولاي احمد؟ خويا خويا واستاذي وصديقي وكل شيء في مولاي احمد. نعم لانه هو صديق الجميع. صديق كاع اي مراكشي سمعتيه ديك الساعه مشى للرباط الا مشى عند مولاي احمد او لا اي واحد بغى يحفظ شي اغنيه اللي تمشي عند مولاي احمد. هذاك هو الانسان اللي كان تقريبا نجبي ليه شي شويه. نعم مولاي احمد كان تيطرق للموضوع كان تيكتب كيف تكتب انت المواضيع. لا ما كانش تيكتب الروينبا هاك ارتجالين ارتجالي تيخلط يشوف بنادم كيف كان تشوف داك الشيء كيف نعم في الجماعات الشيء اللي كاين. نعم تشوف بانه مولاي احمد الله يرحمه وجد عليه الرحمات ما كاينش واحد يجيب لي مولاي احمد وما يعرفوش بانه ولاو تيقول ليه الروينه تيكون الناس قاعدين حيت يدخل مولاي احمد تيروين داك الشيء. قول لي هذه الكارما قديمه ولا جديده؟ الكارما قديمة. شايب 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 على الغرايب. نعم كاع هذا الشيء قديم. نعم هذيك مولات الدفينة ونمشيو للنزاهة نمشيو للنزاهة هادو والسعيدية. اش في السعيدية؟ هذا مجريم في السعيدية كان حداد اخوة البلاد في السعيدية. الله يا ودي يا مولاي عبد العزيز. انا اللي بغيت نقول هي قضية عائلة مولاي بوستا. نعم. فهي عائلة عريقة. نعم. واللي جميل فيها وهو هذاك الطبع ديالها بقى مستمر والاستمرار ديالو في مولاي عبد العزيز. علاش؟ مولاي عبد العزيز خدو جوج ديال الخصال. الخصله الاولى من الاب ديالو وهو الدار مفتوحه الكرم تنكونوا قاعدين غير هاد الايام غير مؤخرا تنكونوا في عند جيري حجاب تنشوفوا نعمه سيدي ها الخيل ها العلامات ها حنا راه تنستمتعوا به كل جمعه واحد كل جمعه تنستمتعوا به. لا تنقول لك انا شي ناس انه تنكونوا قاعدين عاديين في الحومه حتى تنسمعوا الدف والدقيقيه وعيسى وشكون مولاي عبد العزيز جاي تيدخلوا الناس ماشي هكاك وتملي تدخل
تتلقى هالدجاج هالماكله منين تيجي داك الشيء الله اعلم. هادشي باش قلت لك المسائل ديال با. هذه الخصله الاولى. الخصله الثانيه انا تنعتبرو امتداد لمولاي احمد. نعم امتداد. شكرا. نعم. واحد السلسله اللي هي ديال مولاي احمد تنطلب من الله يحفظه لانه لانه واحد العنصر اللي تنشوفوا فيه واحد العادات الامور. انا بغيت نفقدو راه انسى واحد 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 الانسان اللي تا هو عزيز من العائله وهو مولاي مبارك. مولاي مبارك مو لانه ملي تيذكر دروك الاسماء انا مولاي مبارك سيدي راه واحد واحد الشخصيه اللي غريبه من نوعها بالبساطه ديالو ولكن فيه النخوه. نعم فيه واحد النوع ديال الاعتزاز بالنفس. انسان اللي الله يرحمه رجل ديال المواقف مولاي مبارك الله يرحمه. مولاي مبارك سيدي مولاي الشريف انا نزل ليه لانه بنوصل عند خويا مولاي احمد باش نزل انا غير انا غير من الغيره على هذه العائله حرقت سمح. شكرا. ومن بعد غادي نجيو للمسائل. دكتور شبيح بغيت نضيف غير واحد شي حاجه على الروينبه الروينه في الاخر. انا حيت دخلت من فرنسا مع الدراسه خدمت في الرباط. نعم والروينبه كان مع الحاج الحمدويه يا سلام فوطي الحسان. نعم وانا ديك 6 سنين او 7 سنين دوز كلية في الرباط لان انا ولد بابايلان. نعم. وتنعرفوا هو وكانوا الناس ديال مراش كثار. نعم مولاي الغالي اللي كان في اذاعه. نعم. الله يرحمه. فقيه بين دكتور جلاب يعني كانوا الناس اللي كيمشيو لعند الحاجه الحمدويه الى ما كانش الروينه ما يقعدوش. يا سلام. ودي الفتره كلها دوزت ما كان الروينه من الناس اللي هما ديال السهرات ديال الرباط اللي هما يعني مؤكد عليهم وتسمي عليهم. نعم. شكرا. نعم. شكرا. سيدي الحاج العربي الشاعري مؤدين مؤدين به لنا بابيلان. ابتداء من اي سنه سيد الحاج العربي؟ انا مؤدين. نعم. كاين انا قبضت على الوالد. نعم. ومن حياه الوالد. إيه في حياه الوالد وانا من حيث مات الوالد وليت قبضت على الوالد. الوالد كان تما في المسجد ديال مولاي علي الشريف. نعم. تعدى من 60 سنه. تعدى من 60 سنه هو نعم سيدي تما في الادم. وبقيت انا مازلت تنعاونو الوالد ولا هي شويه وليت انا تنعاونو. سي المحجوب شنا ذكرياتك مع الوالد ديالو؟ حنا داخلين الاستوديو تكلمتي لي على الاذان ديال الوالد ديالو كيف كان تيتميز به؟ ربما كان دابا هو خير دليل هو الكاليزاسيون. انا كنت واحد النوبة هذا تصعب بنادم مش كذبت ولا ما كذبتش. لا 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 الناس مرار وتكرار مازال ما كيلبقش. سمعوا من ولاد جلال من الوداد وتسمع من ناحيه نتاعت هنا فوق الشريفيه. ولا قلت هذوك شي واحد يقول لك واه الا كاع ما يسمع من هنا تلتا بعيد ولا لا. نعم داك الشيء كان من الله سبحانه وتعالى. كان الوالد رحمه الله تيطلع للسمعه وتيبقى تيهلل. نعم واحد النوبه الحاج مجيد الله يرحمه مقدم رحمه الله. الله يرحمه. كان في واحد العرس في هذاك في درب الشتوكه. ياك؟ ايه. ونعم سيدي الوالد دار بدات تيهلل وهي جي واحد السيده قالت لي هذا الاذان والله ما عشق هذا السيده غير يجي يخدم معنا. زوين قالت لي بالك هذا الصوت اللي عطاه الله وهذا الجبح والله ما عشقته غير يجي يخدم معنا. جا المقدم رحمه الله تيقول الوالد قال له ودي ها كاين وها كاين وها كاين. وكاين الوالد رحمه الله ديك الساعه الاذان فيه الموت تيموت الله يرحمه وتعيط عليا يقول لي الحاج العربي قلت له نعم سيدي قال لي نوض وليدي راه التحضيره طلعت مراقب ها هو في خرخار محتضر. نعم وتعيط عليا قال لي نوض وليدي راه الاداره طلعت التحضيره وخرجت نعم سيدي خليته محتضر وطلعت التحضيره هللت صبحت صليت الصبح جيت لقيته نعم سيدي محتضر ما بقيتش عاقل. وصلنا مسجد العشرة هذيك ولا 11 مشى لعند سيدي ربي. لا اله الا الله. وتوصيني انا قال لي يا وليدي شوف الله يرضى عليك بيت نصيك وهذه الوصايا البيت الله ما تفرقش معاه. كيف انا دوزت عبوري في بيت سيدي ربي انت هكاك دوز انت انا هكاك نعم سيدي انت داك الشيء قال لي هذا تعرف الشيء قال عمر ما تعرفش انت حنا خدامين نعم سيدي ولا انت انا تزاد عندي الوليدات تزاد عندي واحد الولد حتى هو مسكين انت يود انت اللي قاعد هو عيان مريض يقول يا وليدي رحمه الله كانت تقول لي لا املاس الجامع ما تيخرج من الجامع ولا والو حتى نهار تا سيدي ربي لعندو ونعم سيدي وكانت بابيلان فيها الطلبه الا بغيتي الطلبه تيقول لك سير لبابيلان
طبعا ما سيت ما كان سيدنا مولاي احمد رحمه الله خرج عليه عدد ديال الناس اللي خرجوا عليه ديال الاساتذه، منهم السي العربي، منهم السي عبد السلام المضفار، منهم دريس، منهم هذا قريطه رحمه الله اللي مات غير هذا الموت السي احمد، حتى هو السي حسن كاع عدد والمناضه تا هو الله يرحمه كاع هذاك الناس المناضه باقي حي باقي حي. مولاي احمد رحمه الله كان سبحان الله هذه في دي الفتح وما نساو سي عبد الله السبعي السبعي اخر السبعي السبعي والله انا قريت عنده تا هو قريت انا والسي علال السي علال رحمه الله والسي حميده الحقيقه انا قرينا هذاك وكان ديك الساعه الطلبه ما كاينش وكان ديك السي عمر السوسي كان تا هو في الحضار تما انا غير في هذا الاطار ديال السي الحاج الطاهر نعم انا ملي كنت صغير ديك الساعه وتمشيو نقعدوا مع مولاي الدليل المدرسه ولكن تنجيو نتعلموا وفي كي تيقول المثل الانسان منين ما البير اللي قعدت حداه تشرب منه اكيد ماشي ما فيهش من بعد غادي نجيو لهذه القضيه ديال البير اللي قعدت حداه تشرب منه لانه حصلت لي وغادي نعاود عليك انا بغيت نقول لك على الحاج الطاهر كنا ديك الساعه صغار وتنتسابقوا تنجيو لعنده باش نطلبوه يعطينا الساروت باش نطلعوا نبنوا باش نتعلموا من عنده هذاك الاذان انا شخصيا انا واحد المجموعه تنجيو تنتجاو تنتسابقوا شكون اللي يسبق للجامع ويطي عند الحاج الطاهر ويبوس عليه باش يعطينا الساروت ديال السمعه باش نطلعوا له الدنو لانه هذا غير تذكير بهذه القضيه ديال الاذان ديالو كنبغيو نتعلموا وتيعلم رحمه الله انا غير هذه الاضافه دكتور مولاي علي كيف السبيل لتوثيق هذه المعلومات هذه خصوصا وانت الاستاذ الجامعي وهذه ذاكره خصبه وغنيه جدا كيف السبيل انها تولي مكتوبه لانه الحاملين ديالها ناس تبارك الله في العمر الثالث ديالهم وعباره على مكتبات متنقله حتى يتوفاه الله تتمشي هذيك الذخيره كلها معه سي انس بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نجاوبك بغيت نرمي شي نقاط هنا على هذا الجمع اولا هذه اللمه اللي كاينه هنا عندك في الاستوديو تدل على فضيله بابيله نعم لان فيها الطبيب فيها الاستاذ فيها رجل الشأن المحلي نعم فيها السي الحاج العربي مقدم نعم. هيساوا ومؤدي فيها الفنان ان شاء الله فيها فيها الفنان فيها الفنان مولاي بوستا فيها الكبير ديالنا والشيخ ديالنا والذاكره ديالنا شيخ الجلسه سيدنا بن المحجوب الشناق سي بن المحجوب اللي تيتجمع عنده كل الروافد كل عمر انا كاع على هذا الشيء اللي تقول حط الله وشكون هذا كان تيقرا الدليل انا ما عمري ما تستنى حتى تقطع الدليل والمد ما باقي تيطلع الحمد لله لا تيودني في الميكرو وما راه ديك الساعه كان الحاج العربي ولا الحاج الطاهر تيطلع وينزل تيطلع وتنزل دابا تيودني في دارو اذن هذه اللمه تدل على فضيله بابيله اكيد باش نعرفوا قيمه بابيله عرفوا الناس اللي خرجوا من بابيلان نعم. الملاحظة الثانية هي نعم. عائلة السي المضفار نعم. أنا في الأسبوع الماضي تلاقيت مع مولاي الحسن ولد السي دريس نعم. خو تلاقيت معاه وتسلمت معاه هنا قدام في الدوديات قدام سوق الفتح وقال لي راه ونعت لي الدار ديالته راه هي قابطه على الملاحظه الثالثه هي تاعت الشريف مولاي بوستا نعم. انا ربما انا الاصغر هنا ياك سلمتوا لي تمام وسلمتوا لي ولا لا مولاي بوستا كنت نعقل عليه انا باقي صغير ذاك الكور اللي كانوا تيديروا الطباله فينينا في بابيل النيت ايه كان لا جا تيديروا تيوقفوا تقريبا عند كل درب وكنا ديك الساعه حنايا صغار ربما الشريفه ما تعرفناش وحنا ديك الساعه ما تنعرفوه تنسمعوا مولاي بوستا ولكن كنا تنفتخروا الا كان شي ضباله جايه وكان الشريف موجود نعم الشريف تيوقف صافي كانوا تيوقفوا مثلا خمسة دقائق ولا لا مولاي عبد العزيز الشيء الا كان في المجموعه ولو يكونوا اللي تابعينه ضعاف سواق من 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 الناس الرفاع من الناس وواحد الحس ايقاعي عالي جدا وسرعه البديهه يعني بواحد الطلقه كبيره يمكن لك يرتجل وانت جالس معاه بواحد الصوره كبيره يعني واحد الغزاره كبيره في هذاك الوجدان الشعري ديالو لا هذه قلت لك حنايا من باب العفويه نعم. حيت تنشوفوا الشريف تنفرحوا نعم لان تعرفوا ديك الطباله هذه تقعد عندنا في بابينا نص ساعه نعم. هي اللي تمشي في حالتها ولا اكثر اما الا ما كان الشريف هي تيمروا مر الكرام ويدوزوا اما السؤال ديال قضيه توثيق نعم. بحال هذه المسائل اللي تيغلب عليها الشفهيه نعم. من الصعب الانسان بوحده يوثقها نعم وانما خص واحد المجموعه اللي تنتدب كل مثلا بحال دروك مثلا كاينين هاد الناس
كل واحد تيهضر على جهه، كل واحد تيذكر لا خصوصا معلومات. انه مولاي علي احنا الان ما تنتكلموش على معلومات اللي تورثناها يعني تورثناها بشكل شفوي. الان تنتكلموا على وثيقه صوتيه بلسان حالي اصحابها اللي عايشوها، فيها ما هو ذاتي صحيح لكن يمكننا نخرجوا منها ما هو موضوعي بطبيعه الحال بتقاسم الافكار الوارده على لسان كل واحد منا. لا هذه الوثيقه ولات في الاستوديو. نعم. اما قبل الاستوديو ما كانتش وثيقه. نعم. كانت شفهيه وبقات شفهيه، وغادي نخرجوا من الاستوديو غادي تبقى هذه الامور شفهيه. ولهذا قلت لك من الصعب مثلا فرض واحد، من الصعب فرض واحد يقوم بهذه المهمه. نعم نعم. وانما انا من باب من هذا البرنامج. نعم. تندعو باش في كل مثلا من في كل حومه يتجمعوا ناس، كل واحد في اختصاصه، كل وحتى من حتى على صعيد السن، لان ما يمكنش مثلا واحد صغير غادي يدرك كل شيء ولا واحد كبير غادي يدرك الصغار ولا كذا. اذا على كافه المستويات انهم يتجمعوا هاد الناس ويحاولوا في اطار هذا البرنامج. نعم. يعطوا واحد الوثيقه مكتوبه حول كل حي في مراكش. نعم. مثلا الناس تاع بابيلان يجتمعوا كل واحد مثلا قبطوا سي بن المحجوب الذاكره ديالتنا ويقول لنا اش كان في بابيلان، سي مولاي بوستا على صعيد الفن، سي دكتور جبيح على صعيد الطب وعلى صعيد العلم بصفه عامه، وكذلك السي الحاج العربي والسي بوزار، غادي نكونوا ربحنا على الاقل وثقنا. نعم. داك الشيء اللي سمعنا. وربما برنامج الحومه القديمه غادي في هذا الاتجاه. نعم. هذا نتمنى الدكتور. نعم. جبيح كنت سولتك حومة ديال بابيلان روافدها عائلات متوسطة كيف قال الدكتور مولاي علي في الحلقة الأولى مقارنة مع القصور مثلا على سبيل المثال، فأنت من العائلات اللي مشات للمجال ديال العلم، فهاد الحيتيات بقات معلقة إلى نعاودوا نرجعوا لها دكتور جبيح. شكرا سي أنس. بغيت غير ندير واحد الإضافة إلى كانت نحلها. ما يسمى بالدقيقات حاليا. نعم. اللي كنسميوه حنا كيف الميزان. ما كان هذا اسم حديث جدا، ربما مولاي عبد العزيز ياكد هذه المساله. إيه ولو اني غادي نبالغ. نعم. راه كان محصول غير في بابيلان. نعم. تما كانوا الناس اللي هما تيكلفوا الميزان واللي هما مشهورين بهذا القضيه. انا نزيد بك الموقف وباب الدباغ. الموقف وباب الدباغ. كاينين ولكن باب الدباغ راه الناس تيخدموا باب الدباغ وتيسكنوا في بابيلان. ايوا راه طين واحد هذاك الشيء. نعم. راه هذاك الشيء كان محاصر غير تمايا. الدباغ كان معزول عندهم هذاك الشيء. الميزان ديالهم معزول. اي ديال الشوارج. ميكرو قد الميكرو يا من طبيعه الحال تراك ادرى مني في هذا الميدان. الميزان ديال دار الدباغ. نعم. عندهم الميزان حدادي، عندهم ميزان الواد. نعم. ناخذوا منك بيدك ميزان حدادي يا مولاي عبد العزيز وندوروه معك كاملين. الحدادي هو كيف ميزان الواد ولكن ما فيهش صوت. نعم. كاين. انا عبدك في الاخر. نعم سيدي. الحدادي ما فيهش انا عبدك، انا عبدك في الاخر. احنا غير ما بغيناش نكملوا لانه انا سمعت الميكرو نقص واحد شويه. ايه. لا 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 كنا مشاهدين والمخرج ديالنا نقص شويه من انا عبدك انا عبدك وايه وايه. الشريف راني وسط بابيلان. تقريبا سي انس. نعم. تقريبا سي انس انا هذا الحدادي سولت عليه وما لقيتش اللي يعطيني اشنا هو. علاش بالضبط هذا الحدادي؟ حتى لقيت انا تقريبا بانه الحدادي مهزوز على واحد الميزان من الحدادين تقريبا. الطريقه باش يخدموا. الطريقه باش كانوا تيخدموا، باش كانوا تيخدموا، باش يخدموا دروك. لانه كان الانسان تيقبط واحد اللقات وتيقبط هذاك الحديد وتيبدا تيدور هذاك اللقات ثلاثه المعلمين تيضربوا. نعم. وواحد ما تيقيس واحد. نعم. وداك الميزان تقريبا تيدور هذاك تيدور واحد وقت تقدر ديرها كل خويا تقا 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 وداك الميزان تقريبا نتاع الحدادي هو اللي تنسمع انا في هذاك الشط وهو اللي في الواد وهو اللي كاين في الواد لانه الواد بينه وبين هذاك غير نده وداك العيط اللي تيتسمع نسمعوا منك شي نده مولاي عبد العزيز واخا الصباح صعيب الواحد الفنان مطرب منه واني ناخذوا منك هذا النده ونجاوبك عليها احنا غادي نقول احنا النده القديمه ديال وطالب ضيف الله واي واي هاي واي واي اها اه هو اها اه هو اها اه هو اها اه هو اها
راه بغيت نعلمكم تخدموا معايا سيادة. على ديك الخدمه هاد اليامات قمت بواحد التسجيل توثيق الذاكره ديال الصغير بوزيد با الصغير. نعم با الصغير. وتيحكي لي على انه هو باقي يعني شاب جا من تارودانت وخدام في دار الدباغ والمثير على انه لقيته الوحيد اللي عرف هذاك ولد سميريس الله يرحمه عشاق الزين اللي كاين في العيط. هو الوحيد جلس حداه في باب الدباغ وتيحكي لي على انه كان من الناس الميسورين كان عند باه بوحدو وتيلبس مزيان والعشق ديالو على انه في عاشور تيجي ويكرم الدقيقيه والمنى لعينو انه يجلس في القرويز طارجه وتيجي باللبسه ديالو البلديه وكذا. لكن الشاهد شنو هو الشاهد؟ وهو ان با الصغير تيحكي لي على ان كان في العرس ديال الولد معلمو. نعم. ومن ضمن الناس ومن ضمن الفقرات كانوا هاد الميازن الشعبيه تدار فقره تينوضوا العزاوي ديال العرس اللي تيكونوا منتمين لواحد الحمطه وتينوضوا يديروا كريف الميزان ومسرحيات تشخص بحال الكرمه بحال اشيب شيب 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 على الغريب. والجميل من ضمن الناس اللي كانوا تيأتوا الفقرات الفنيه حميد الزاير. وتيحكي لي با صغير وهو صغير جا عنده حميد الزاير بعد ما داروا هذيك الوصله ويقول لي واش هاد الناس ممكن يخدموا معايا؟ قال لي اودي كلهم هادو دباغه وعندهم العمل ديالهم. قال لي لا راه مره انا تمشي الحفلات ويا ريت انا هاد الشيء اللي درتو دروك انا يا ريت نضيفو لهداك الشيء اللي انا تندير. قال لي لا راه دباغه. وتيحكي لي مشى لعند الحاج عمر بات الحاج عمر فينيدا عند الحاج عمر مشى لعند اي الحاج عمر مهري ولعند الاخ ديالو بات عبد الرحيم بنا وقال لهم اودي راه واحد السيد لقيتو سميتو حميد الزاير في العرس كذا وراه بغى الدراري. وكانت هذه النواه الاولى للمجموعه اللي بغات تولي تخدم مع حميد الزاير. فهذا يعني هذه المساله ديال التقيتيقات راه يعني كمصطلح حديث. وهذا الشيء اللي دار حميد الزاير واحد التوليفه اللي اعتمد فيها بالاساس على شي حاجه سميتها الارث المراكشي الاصيل. سيدي انس كاينين الناس اللي ما عرفوش الناس اللي بداوا مع حميد الزاير. نعم وبا الصغير راه عقل على الفرقه الاولانيه اللي كانت مع حميد الزاير اللي دارت هذا النموذج. بن ابراهيم التستون اللي كان في شكون؟ بن ابراهيم التستون. ايه اللي تيقول امي دالت لي دالت لي. ايه من هو الاول اللي كان مع حميد الزاير وقعير بن بيلان وقعير من بعد من بعد تنقولوا النواه الاولى تنهضروا على حسن كسكاس الله يرحمه. كسكاس لا لا هذاك من بعد تنهضر انا على الشحيمه. الشحيمه والبا بيلان تنهضر على الفقير. تنهضر على التستون بن ابراهيم. بن ابراهيم دالت ليك ودالت ليك دالت ليك مدلل لانه الاغلبيه نتاع الافراد اللي خدموا مع حميد الزاهر كلهم بن ابراهيم. كلهم بن ابراهيم انت ثمن كذلك قعير مختار عمي قنبر بن ابراهيم الفاقر كلهما الدراري اللي هما ميزنيه خدموا مع حميد الزاهر. صحيح اللي هما عطوا الاصل نتاع تم زنيت. انا باقي تنقول تم زنيت ما نقدرش نقول تقيتيق. تقيتيق هما اللي كانوا ديك الساعه زنيت. تم الفرق باش فرقت السي انس شنو هو تم زنيت وشنو هي تقيتيق؟ تم زنيت تيوزنوا بعد اش تيقولوا. يا سلام. وتيوزنوا فين تيقولوه. نعم كاين الغنى ديال الجنان. نعم كاين الغنى ديال الدار. كاين الغنى نتاع لابواط. نعم ها هاد الناس كانوا تيوزنوا اش تيقولوا. ثانيا تم زنيت دابا علاش تقول تم زنيت؟ لانه تتغني قطعه القطعه تتغني تتغني بحيله تتكتب واحد الانشاء. نعم كاين المقدمه كاين الموضوع الخاتمه الخاتمه هكا دايره القطعه. نعم هاد الناس سموها التقيتيقه لاجلاش؟ لاجل تتسمع العنوان تاع القطعه تترد لازمه تلقاها قال العنوان قطعه اخرى ما قالت حتى وحده فيهم. حيل وقفت عند العطار قلت لي عطيني البخور تيعطيك شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا حتى حاجه ما سمعتيها صحيحه. نعم نعم حنا تعرفوا تم زنيت ولحد الان انا تنقول تم زنيت لانه الاغلبيه الناس دابا داع الصيت نتاع التقيتيقه. التقيتيقه نعم. ولكن التقيتيقه خصنا نرجعوا للاصل ديالها بانه اسمها تم زنيت. نعم الدكتور جبيع حتى تشوف سفراء ديال المدينه الحمراء في الرباط واحد المجموعه المراكشيين يعني واحد النوع من الاعتزاز بشي حاجه سميتها مراكش. الاعتزاز بمراكش. نعم وتنجمعوا ديك الساعه في الرباط وفعلا تنديروا الميزان المراكشي واللي فيه محمد علي الله يذكره بخير وفيه مولاي الغالي. نعم
في الروينبا، انا ما نقولش الروينه لا، حيت جيت من فرنسا ولقيت تقولوا الروينه كداش كترقعوا عليا باش الروينه انت نعتزو بهذاك وراه هذاك الشيء. انا حيت ذكرتو حميد الزاهر وذكرتوا هاد الناس اللي كانوا مع بابيلان، عليها قلت انا راه هذاك الميزان راه هو كان مأصل في بابيلان. نعم 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 نعم، وما عادش نتفرق مع عائله مولاي بوستا الا ما ذكرت العزوه اللي ما قالوش. نعم وهو فاكس. فاكس الله يرحمه. هذاك فاكس الا كانوا العزاوي في مراكش تيذكروا وفي بابيلان تيخصنا نذكروا فاكس اللي هو تيمثل واحد الجانب ديال مراكش وديال عائله مولاي بوستا. وراه فاكس مشى للدار البيضاء لان كانت في ذاك الوقت انا باقي صغير وكان شكون اللي عشتو عليه. تيجيك فاكس مولاي عبد العزيز. خوه اللي تبع خويا مولاي احمد الله يرحمه. خوه هذاك هو العزوه اللي ديال العائله مولاي بوستا تاع بابيلان ومشى للدار البيضاء لان في ذاك الوقت هذا الشيء كان في 54 55 56 وقت الاستقلال كان شي عزوه في الدار البيضاء. نعم. واقيلا بيجيخ الى عقلت واقيلا ومشى تمايا باش يبين ليه بين راه عزوه اكثر منه. يا سلام. استميح الشريف ولكن كان عليا باش نذكر. نعم انا غير في هذا الاطار في هذا الاطار الى تسمح مولاي. نعم الدكتور شبيه حتى تذكر العزوه اللي هو سيدي محمد كلمات العزوه اللي هو سيدي محمد ولا تعطاها يعني صور اخرى قدحيه. لا لا بالعكس يعني الانسان تيجيب العز لحومته وهو ذاك السفير الحومه. نقول لك واحد القضيه على قضيه العزوه، العزوه فيما مضى وهو انه الانسان اللي تيكون قوي جسمانيا بنيويا عنده واحد عنده جرأة لاتخاذ المواقف ولكن غادي نعطيك مثال. مهما احنا بابيلان مهما تيدخل على تيديوب تيولي واحد الوديع لا يحرك ساكن تيجي قاعد ريت غير ويسبو ما يهضرش معاه وتيكون وديع ولكن ملي تيجي شي حد براني ما يخليش الظلم على حمته. هذا هو العزوه سيدي مولاي. هيا نكمل هيا نكمل الله يرضي عليك. انا اللي بغيت ندير التتميم اللي قال الدكتور جبيح الا كان العزوه سيدي محمد فاكس ما خصناش نساو واحد الانسان اللي هو مسالم طيب كل ما يمكن اصلاحه تيصلحه وهو مولاي المحجوب. اللهم صل على مولاي المحجوب. حتى هو اخو هو الكبير اخو. نعم. راجل طيب. نعم. راجل ديال العنايه حتى هو. شكرا مولاي. ما عندي ما نقول فيه لابد. انا هذا رجائي اسيدي باش نعطي الكلمه. اسيدي مولاي الشريف عرفتي بابيلا لا سميتو ولا لا؟ بابيلا كانت تقول ليه روسيا. هي هي الا بغينا نجيو لهذا الخدمه يعني ما كاينش شي حد اللي يقدر يتهجم على بابيلا. انا في هذا الاطار في هذا الاطار ديال روسيا. لا في هذا الاطار ديال روسيا دقيقه هذا الاطار ديال روسيا انا صديق ديالي صديق ديالي الدكتور الحاج عمر بن القزيز. نعم. صديق من الروح للروح الله يشافيه. امين. وكان تيقول لي هما ديك الساعه في القناريه وتيجيو تيلعبوا مع بابيلان وقال لك من بعد تيدخلوا على بابيلان تيقولوا انه راه غادي يلعبوا مع روسيا. تمام. راه الا طرات شي حاجه كان ملي تتقرب المغرب تيهزوا حوايجهم تيهربوا. انا غير رجائي قبل ما نعطي الكلمه الا سمحتوا هذا الموضوع ديال الفن راه خصو حلقه. نعم. ونجيو ليه. نعم. وحنا مستعدين نشاركوا مع مولاي عبد العزيز فيه. انا بغيت نشوف لينا وتنشوف الوقت قدامنا واحد عدد العائلات مذكورهم الله يرحم باك ولو بايجاز مع العلم انني تنوجه تحيه للجمهور. نعم. ديال الاذاعه وسعه الصدر ديالو. نعم. جميع المستمعين. بلغت مولاي الفكر فاكس انا طرافو فاكس. نعم. طرافو سميتو سي محمد. سي محمد انا طرافو انا هذه حضرت ليها باقي صغير في الدردوبه في الباب. نعم. في الدروبة تاعت الباب. نعم. كان وقع شي حاجة في بابيلان كي قال لك بأن هاد العزوة كانت عنده واحد وظيفة اجتماعية داخل الحومة. نعم. آه. نعم. ما تيتهداش تيحمي الحومة تيكون عندها واحد الصدى تاع الحومة من خلاله. حنا كنا قاعدين فوق الباب ديك الساعة أنا ولد درب الحمام تنخرج للباب تما تنقعدو فوق الحصاير ديك الساعة كانوا الحصاير. لا حصاير. إيوا والله إيوا ما عقلت. وكان وقع شي حاجة في بابيلان شي واحد جارو من بابيلان تما هو يجي وقالوا الفاكس كان متكي وقاعد هو ينوض كانوا دوك الكراس تاعو الزبل كانوا تما ديك الساعه هو والله العظيم الا هز كريصه ديك الكريصه اللي كانوا تيجبدوا بيديهم هزها هكا كنت داخل بها وقال لهم فينا هما هاد الناس اللي روعوا لنا الحومه ديالنا ولكن كل شيء ولا بحال شي نظام بحال دروك نقدر نقول داك الشيء اللي كان تيدير العزوه محال دروكا مثلا السلطه تقدر ديرو داك الضبط تاع الحومه وداك لا اه ما شاء الله سي دكتور جبيح انا اضيف بين هاد الامور
التوثيق ديال هذا الشيء راه هو مهم مولاي علي. وراه محمد حسن الجندي كيكتب يعني السيره ديالو في المواسين في حومته صحيح حومته في جريده راه تكتبها. نعم بالفعل. وانا يعني تاثرت بهذه القضيه وقلت مع راسي فعلا هذه خطوه جيده. نعم بالفعل. واللي انا بقات فيا انا كانت عندي واحد المناسبه باش نوثق بعض الامور ولكن ما كانش عندي ماشي الاهتمام ما كانش عندي لا الوقت ولا التكوين باش ندير هذاك الشيء. نعم. هو كان تيتلاقاو عندي جوج ديال الاعلام من الاعلام مراكش اللي هما السي علي بن المعلم. نعم. والسي حمد الشرقاوي اقبال. نعم. الله يرحم الجميع. واحد استاذي وصديقي وواحد نسيبي. نعم. وتنقعدوا في الدار وتبداو تيتكلموا في امور اللي هي غنيه. نعم. وفكروني حتى فات الوقت فكروني ما فيما يسمى في مصر سالوا العقاد. نعم. وقلت مع راسي دابا تنقول مع راسي المفلس علاش هذا فين كنتي اللي قلتي السي علي بالمعلم وسفلتي السي حمد الشقاوي ذاكره كبيره دي. وانت عندك الكاميرا وما تصور وما تسجل هذاك الشيء ولهذا وعلى ما على ولد الشرق السي حمد قلت لك استاذي وصديقي راه هذا ولد حومتي ولهذا سي انس. نعم. هادشي عندك راه غني هذا الاستاذ راه غني الله يحفظك وراني كان ورا ما تقدر تصور شحال ربعتي من المعنويات ديالي وشحال لبيتي العمق ديالي. نعم. اللي استدعيتيني لان هذه امور كانت تشرف لا على بابيلان وعلى على نعم. البيجا ككل. نعم نعم فهمتيني نعم. ماشي اسمو. نعم. يعني راه خص جلسات وخارج الجلسات خصنا حنا بيناتنا جو بابيلان والاخرين احنا كاع اصدقاء بيناتنا في وسط مراكش. هاد الدعوه مفتوحه دكتور جبيح على انكم تعاودوا تجددوا هاد الفكره ديال صالون ادبي فني ترعاوه لملا انا بعدين ابغي يجيو البابيلان مرحبا بهم. الله يحفظك اولي عبد العزيز كاينه وكل شيء موجود الحمد لله. الله يلا رضيتو بينا اسيدي تجيو البابيلان سي بالمحجوب سي بالمحجوب الفكره ديال صالون فني ادبي ديال الحومه والانسان نعمس ما غاديش يعرض علينا هو في دارنا حنا هذيك الدار تنعرفوها قبل ما يتزاد هذا الاول دابا هذيك الدار تنعرفوها قبل ما يتزاد هو. نعم. ثم انا راه مرد علي مول الله يرحمها معنا ويعرض علينا في دارنا يا سيدي هذا ما كان دابا هذا بحال الا بحال زعما حنا كنا كنتوا تنهضروا على الفتوه دابا بحال اذا العزاوي عندك البنيه سي بالمحجوب عندك البنيه ديال العزاوي الحومه وراه انت ما عزاوتيش ما راه تيقول واحد الشاعر لا تحتقرن صغيرا في مخاصمات فكم من بعوضه ادمت مقله الاسد تطيح لي في عينيه تبدا تيدير هكا وبيك بدا هي ما تضرب لا تطيح كاع الدم على وجهه قلت لنا هذاك اللي ضرب كاع هذاك خليه بالراس ضرب الحمار كان على هي الحكاوليه ودوخو الحكاوليه انا سمعت هذه القضيه كاينه ما عرفتش شكون هو قلت السميه كان داي تنصغر راسي زعما باش ما يسمع دابا تسمعني المراه في هذيك ساعتين ديال الواد دابا يقول لك راه شرفت سي الحاج العربي الشاعري نذكروا على انك انت من الحومه ديال بابيلان ونصبت مؤخرا مقدما للطائفه العيساويه بمدينه مراكش فهذا كذلك مفخرا للحومه ديال بابيلان تتذكر العيساوه ديال مدينه مراكش اللي عندهم ارتباط ببابيلان سي مهدي الدكارله سي مهدي الدكار وكان هما سيدي الحداد هذا السي علال نعم سال الحداد ولد الترباغراب اخوه الفاقز محمد واش علال ما تقول ما في الدار الجمل ايوا لا ما غادي نقول الجمل لا تعرفوا الناس هذا الاسم لا احنا الحداد حنا الله يرحمه مسكين الله يرحمه السالي كان عيساوي وكان مختلف سيدي البقيره ماشي من الحومه لا هذاك من سيدي بو عمر سيدي بو عمر ايه من سيدي بو عمر مولاي الطيب تا هو كان من اسمه من رياض الزيتون نعم اي هاد الناس ديال بابيلان هادو هما ديالنا حنا كان مقدام ديال لا ما سيدي في درب زباشي نعم هذيك يعني الساعه هو اللي يفتح المجرد هذا الحاج علال رحمه الله الحاج علال اخوه الله يرحمه روحه وهذوك الناس كلهم الله يرحمهم ما كاين ما باقيش باش تعوضهم لا ما سيدي وشكون المقدم ديالي انايا والشيخ ديالي هو مولاي الطيب نعم مولاي الطيب رحمه الله هو الشيخ ديالي اللي اسمه واش من عام فاش دخلت انا تاع عيساويت في 76 مات الوالد الله يرحمه في 76 تنقعد عند مولاي الطيب الله يرحمه فين ما كانت شي قعده وداك الشيء تيقول لك يلاه قعد معنا شويه تا وليت تا ودينا هذا الشيء راه دخل لي الدماغ ديالي
عافاك اعطيني شي ذكرى. عطاني الذكرى قال لك اش بغيتي من الذكرى؟ قلت له اعطيني لطفيه. اعطاني لطفيه قلت له ثاني اعطيني ديك الوصايه. اعطاني الوصايه وبديت غادي شويه. الشريف مسكين مشى عند الله وليت نعم سيدي مع السي مهدي اسمه هذا بالغالي اسمه شويه نعم سيدي مات بالغالي ولا المقدم اي البقيره رحمه الله رحمه الله ولا نعم سيدي الحاج محمد بكرو نعم رحمه الله هذا هو الجلسه الجلسه الاخوه الاعزاء يعني ممتعه جدا وربما استثناء ربما استثناء ان نمشيو للحلقه الرابعه باقي ما تكلمناش على عائله باقبو تقناويت في بابيلان شيء يعني ضروري اننا نذكروه وحيي السي العربي عيشان سيد العربي عيشان اسمه حاج عربي الحاج العربي نعم وصلنا لنهاية البرنامج 10 ثواني سي بن زغر 10 ميم با شكرا انا غير بغيت نقول كنت بغيت نتطرق لواحد المسألة أخرى اللي هي مهمة وهي في القضية درت واحد الزاوية اللي الآن تتقوم بواحد المهمة نتكلموا عليها في الحصة استثناء عادي تكون أربعة الحلقات لحومة بابيلان نظرا لزخم وضخامة الذاكرة ديال هذه الحومة تنحيي العربي عيشان اللي اتصل من ألمانيا وكينوه بالفكرة ديال اللي هذا وتيقول بانه هو ولد ازبسط و45 سنه باش غادر مدينه مراكش ومن خلال برامج اذاعه مراكش والحومه القديمه تنرجعوا ليه الذاكره ديال المدينه الحمراء تنحيي السي عبد الرحمن الابر اللي كان من المرتقب انني نتصل به في صبيحه هذا اليوم والسي الصناجي المستمع الكريم ديالنا اللي ما تاتناش اننا نستمع للسطور ربما في الحلقه المقبله السي الصناجي ناخذك في اتصال مباشر ان شاء الله شاكرا للسيد محمد منصور على مستوى الاخراج الحاج عبد الله جبيلو على مستوى البث الرقمي صديق العزيز الحاج المصطفى العقاد المحافظة العامة شكرا خاص للحاج محمد بن زغار دكتور مولي علي الخاملي الدكتور جبيح مولي عبد العزيز بوستال الحاج محمد بن زغار ثم سي بن المحجوب الشنق والحاج العربي الشاعري هذا أنس الملحوني من وراء الميكروفون كيحييكم لكم مني كل الحب إلى حلقتنا الرابعة بحول الله مع حومة بابيلان إلى اللقاء الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار هذه حومة اشتهرت بعلمائها هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم